زميلنا يا شباب بيقول ان والله انا عايز مثال يوضح القصة تاني. والله احنا بصوا، انا شركة والشركة ديت عندها وليكن اهو ادا فرع، ادا شبكة متوصلة براوتر تاني اهو، متوصلة براوتر تاني اهو، وده شبكة ودي شبكة متوصلة براوتر تالت. فعندنا كده في الرسمة كام شبكة؟ ده الفرع الأولاني فيه واحد اتنين تلاتة، تلات شبكات. والفرع التاني فيه كام شبكة؟ واحد اتنين تلاتة. والفرع التالت فيه كام شبكة؟ واحد اتنين. يبقى دي كده تلاتة وتلاتة ستة واتنين تمانية. فأنا عندي هنا تمن شبكات عندي اهو. في الاي بي فيرجن 6 الى حد ما احنا ما بنقسمش على الكلاينت. ليه؟ لان الشبكات بتاعت الاي بي فيرجن 6 بتبقى كبيره شويه، فبنقسم بناء على النتورك بس، فبنقسم بناء على النتورك بس. طب هنقسم ازاي؟ انا لما اروح اشتري الاي بي بتاع النتورك من الاي اس بي بيبقى كده بالشكل ده، 2001 A مثلا، A اتنين كولم سلاش 48. وقلنا الرقم ده المرة اللي فاتت اسمه Global Routing Prefix، اللي هو الرقم اللي بيعرف الشركة كلها. هو الأدمن عايز كام شبكة؟ عايز واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، تمن شبكات. فنيجي كده 2 باور الإن أكبر من أو يساوي التمانية، يبقى الإن بكام؟ الإن بثري. يبقى أنت لو استلفت تلاتة بت هيطلع لك التمن شبكات بتوعك. لو أنت عايز تمشيها بالظبط مشيها. يعني إيه؟ يعني استلف تلاتة بت وخلاص. طب ازاي يعني؟ تعالى كده نشوف. ادي الشبكة بتاعتي اهي 2001 A اهو A وبعدين A وبعدين تعال نمسك بقى البايت البلوك ده. البلوك ده فيه أربع أرقام أهو، كل رقم من الأربعة ده لو جيت بصيت هتلاقيه فيه أربعة بت أهو، كل رقم من دول هتلاقي فيه أربعة بت أهو أهو. أنت بس هتستلف من ده تلاتة بت بس، هتستلف من البايت ده من الرقم ده تلاتة بت بس. طب هو الترتيب بتاعهم ايه؟ الترتيب بتاعهم هيبقى كده واحد اتنين اربعة تمانية. الهكس ده هيبقى كام؟ واحد اتنين اربعة تمانية. قلت لك كده المرة اللي فاتت خدهم على جنب، خدهم على ايه؟ على جنب. بدل ما هما تلات بتات كده خلوهم ايه؟ خلوهم كده اهو اهو اهو. دي الشبكة الأولانية. طب الشبكة التانية هتبقى ايه؟ خليهم كده كأنهم كده واحد اتنين اربعة تمانية، اللي هما دول خليهم على جنب كده. طب الشبكة التانية هتبقى كام؟ اللي هي الواحد، اللي هي واحد زيرو زيرو زيرو. طب الشبكة التالتة هتبقى كام؟ واحد زيرو زيرو. طب الشبكة الرابعة هتبقى كام؟ اللي هي التلاتة، هتبقى واحد واحد زيرو. طب الشبكة الخامسة هتبقى كام؟ واحد زيرو زيرو. طب الشبكة الستة هتبقى كام؟ واحد واحد زيرو. طب الشبكة الستة هتبقى كام؟ واحد واحد زيرو.
طب الشبكة السبعة هتبقى كام؟ واحد واحد واحد. خد بالك دي أرقام الشبكات مش الأي دي بتاعها. تعال بقى نحطهم هنا، يبقى أول شبكة هيبقى إيه؟ هيبقى كله صفار. طب لما أنت هتيجي تنطق دول الهكسا ديسمال بقى، أربع أصفار بكام؟ بزيرو. زيرو 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 أهو. طب الرقم اللي بعده، هو احنا هنا لما نحط ده واحد يبقى كام؟ يبقى واحد زيرو زيرو، دي الشبكة اللي هي دي. طب والبيت ده بكام؟ بزيرو اساسا لانه هوست. الواحد تحت مين دلوقتي؟ تحت الاتنين، فيبقى اتنين زيرو زيرو زيرو، دي تاني شبكة. يبقى ديت اول شبكة ودي تاني شبكة. طب تالت شبكة هتبقى فين؟ اهي اهي اهي، تالت شبكة اهي، فتبقى زيرو واحد زيرو. طب والبت الرابع بكام؟ بزيرو اساسا. طب والتلاتة بت اللي قدام الاولانيين يبقوا بكام؟ زيرو زيرو زيرو. طب الواحد هنا تحت مين؟ تحت الاربعة، فيبقى اربعة زيرو زيرو زيرو. يبقى من الاخر كده الشبكة الاولانية هتبقى كام؟ الشبكة الاولانية هتبقى 2001 اهو، 2001 وبعدين A A A A وبعدين A A A A وبعدين أربع أصفار سلاش كام؟ أنا استلفت كام بت أساسا؟ استلفت تلاتة، وهو كان كام؟ استنى واخده كام؟ 48 أهو، 48 وتلاتة كام؟ 51 اهو، سلاش 51، دي اول شبكة. طب تاني شبكة فين؟ اهي 2001 A A A A A A A A 2 0 0 0 سلاش كام؟ 51. طب تالت شبكة 2001 A A A A A A A A 4 3 صفار سلاش 51 تمام؟ آسف سلاش 51. طيب رابع شبكة تبقى نفس الوضع، واضح إن إحنا بنزود كل مرة 2، هتبقى 6 0 0 0 سلاش برضو 51، وهكذا بقى طول ما أنا ماشي. لو عندك أي أسئلة يا ريت تقول لي. ها لو في أسئلة يا شباب يا ريت تقولوا لي. معايا ياسر ولا إيه؟ وضحت يا ياسر؟ ها ولا عيد تاني؟ لو أنت عايز عيد تاني عيد، ما عنديش مشكلة. واضحة تمام. أنا قسمتها كام شبكة دلوقتي؟ قسمتها 8 شبكات. بس ارجع تاني واقول ان التقسيم دوت ما بيبقاش ريستريكشن قوي كده، التقسيم بتاعنا اساسا بيبقى سلاش 64، يعني ده الديفولت بتاعنا، الديفولت عندنا 64. نعم. احنا بنوزع للشبكات مع الشركه اي بي فيرجن 6 تمام، لو اريد اوزع اكثر بستخدم اي بي فيرجن 4، لو شو الطريقه اللي بنوزع بيها انا بوزع على الشركات اي بي فيرجن 6 قصدك؟ احنا هاي الشركه وزعنا على الشبكات مالتها اي بي فيرجن 6 على عدد الشبكات. حلو. اللي تابعة للشركه. حلو. بس من كل شبكه اذا اريد اوزع اكثر بالهوست او كلاينت، شنو الطريقه اللي استخدمها؟ اللي هي الاي بي فيرجن 6 يعتبر كلش كبير عليها على الهوست او الكلاينت. بس شنو الطريقه اللي استخدمها حتى اوزع اكثر الموظفين او تمام. ازاي احط، انت قصد حضرتك ازاي احط اي بي للاجهزه والاجهزه بتاعت الموظفين، ازاي اعملها يعني، ازاي احط ايباد للاجهزه؟ دي جايه جايه لسه طبعا، هيبقى الموضوع في اوتوميشن اكتر من اي بي فيرجن 4، واحنا علشان كده ان شاء الله لما ناخد حاجه اسمها دي اتش سي بي، ده سيرفر تبع الاي بي فيرجن 4 بيوزع ايباد على الناس تمام،
ففي الاي بي فيرجن 4 ما عندناش غير طريقه واحده ان احنا نستخدم سيرفر اسمه دي اتش سي بي. في الاي بي فيرجن 6 عندنا ثلاث طرق ان احنا ممكن نوزع الاي بي اوتوماتيك على الاجهزه، هناخدهم بالتفصيل فما تقلقش. اوكي انا بس بعمل فتحه للاي بي فيرجن 6 عندك، بعمل اوفر فيو بس الاي بي فيرجن 6 ازاي بقى هتوزع وازاي الكلام ده كله جاي في الطريق ان شاء الله. اوكي تمام. ها اي اسئله تاني؟ ها دكتور انا عندي سؤال. اه اتفضل دكتور. بس حاليا انا بعد كان وانا طالع انه بعد التوزيع هذا لسه انت بس يعني تفهمنا الميل كونسبت، يعني معناته احنا ما راح نستخدمه في الريال لايف ما راح نحتاجه. التقسيمه دي مش تحتاجها في الريال لايف، لان من المتوقع يا محمد ان كل الاجهزه بتاع كل الشبكات بتاعتنا هتبقى سلاش 64، ده الديفولت بتاعها، ده الديفولت بتاعها. ها هنكون بنوزع ايه؟ يعني بالريال لايف راح نكون بنوزع بالدي اتش اس بي مو صحيح؟ بالدي اتش سي بي بالظبط. بالظبط لنكون موزع بالدي اتش سي بي. لا هقول لك على طريقه تانية هم عاملينها اسمها السلاك، لسه ما خدتوهاش. ده نفس السؤال بتاع ياسر بالظبط. اه اوكي فهنتكلم فيها ان شاء الله. تمام. ها اسئله تاني؟ ها انا عارف ان الجزء بتاع الاي بي فيرجن 6 ده جزء جديد بالنسبه لكم وانتم محتاجين عليه براكتس ومحتاجين عليه مور ديتيلز وكلام من ده، وده شيء طبيعي وشيء عادي جدا، فما تقلقش كله جاي، يعني كله جاي. لسه بنعمل اوفر فيو واحنا لسه في الجزء الاولاني من الكورس، فان شاء الله الدنيا هتظبط معاك. ها حد عنده اسئله في الجزئيه دي قبل ما اخلع تاني قبل ما اروح لمكان جديد؟ ها طيب احنا خدنا مع بعضنا كده الى حد ما بدايه الادريسنج بتاع اللوجيكال ادريسنج. يعني احنا اول ما بدانا اصلا الكلام مع بعض قلت لك ان اي جهاز بنحاول ندخله على النتورك بيبقى راكب فيه كارت، بيبقى راكب فيه كارد جوه. الكارد ده اسمه ايه؟ اسمه ان اي سي. الكارد ده لا اما كارت بكابل لا اما كارت ايه وايرلس، صح كده؟ زي ما احنا معظمنا داخل دلوقتي لا اما بكارت الواي فاي بتاعه لا اما بكابل على السويتش او على الراوتر بتاع الانترنت. الكارت ده اسمه ايه؟ اسمه نتورك انترفيس كارد، او الكارت الشبكه بتاعي. كارت الشبكه بتاعي دوت بيبقى فيه منه نوعين اهو، لا اما واير لا اما وايرلس. بس الادرس بتاعه فيه نوعين، لا اما لوجيكال ادرس اللي احنا خدناه مع بعض اللي هو كان مين بقى، اللي هو لا اما اي بي فيرجن 4 لا اما اي بي فيرجن 6، او الفيزيكال ادرس ده اللي لسه ما خدناهوش. اللي هو مين بقى الفيزيكال ادرس؟ اللي هو حاجه بيسموها الماك ادرس. يبقى الفيزيكال ادرس هو مين؟ هو الماك ادرس. يبقى اللوجيكال ادرس سواء كان الاي بي فيرجن 4 او الاي بي فيرجن 6، وده بالظبط عباره زي عنوانك بالظبط. انا عنواني في امريكا، يبقى اللوجيكال ادرس بتاعي امريكا. طيب لو انا قاعد في مصر يبقى اللوجيكال ادرس بتاعي في مصر. يبقى اللوجيكال ادرس عامل زي مين؟ عامل زي الادرس بتاعك. الفيزيكال ادرس بقى عامل زي مين؟ عامل زي النيم، زي محمود، زي ياسر، زي عمر، زي محمد. الفيزيكال ادرس يا شباب دي حاجه ما بتتغيرش وحاجه ثابته على الكارت، بتبقى محروقه، احنا بنسميها كده بيرند على الروم بتاعته. يعني هو كل كارت يبقى له ذاكره اسمها روم. الفيزيكال ادرس دي حاجه ما بتتغيرش على الكارت وبتبقى محروقه على الروم. يعني ايه محروقه على الروم؟ يعني مبرمجه على الروم. طب الماك ادرس ده شكله ايه؟ الماك ادرس هو 48 بت. يبقى احنا خدنا الاي بي فيرجن 4 كام بت؟ 32. خدنا الاي بي فيرجن 6 كام بت؟ 128. الماك ادرس 48 بت مكتوبين بلغه اسمها الهكسا ديسيمال زي الاي بي فيرجن 6 بالظبط. مكتوبين بلغه اسمها ايه؟ هكسا ديسيمال
زي الاي بي فيرجن 6 بالظبط. طب احنا كده خدنا كل رقم هيكسا فيه 4 بت، يبقى ال 48 بت دول هنحطه في كام رقم؟ هنحطه في 12 هيكسا. هنحطه في كام رقم؟ في 12 هيكسا. يبقى الماك ادرس عندنا 12 هيكسا. زي ايه؟ زي كده مثلا A 0 4 2 5 F 3 4 7 8 F E. دول 12 رقم اهو، و 12 رقم هيكسا ديسيمال. كل واحد من دول بيتوزع في 4 بت، يعني الـ A اللي هو ب 10، فيبقى توزيعه ازاي؟ 8 و 2. الزيرو 4 اصفار. طب الأربعة كام؟ الأربعة أهو، الأربعة توزيعها 0 0، زيرو ون زيرو زيرو، وهكذا بقى. لو جيت كل رقم من دول وزعته في 4 بت وضربت 4 في 12، هيطلع لك ال 48 ايه؟ ال 48 بت بتوعك اهو. ده الماك ادرس. ومحدش قبل كده قالك تعالى اما نغير الماك او نحط الاي بي الماك بتاعنا على الكارت، لان كل كارت بيبقى خارج من الشركة بتاعته عليه الماك بتاعه. كل كارت بيبقى خارج من الشركة مطبوع عليه الماك بتاعه. طب لو انا عايز اجيب الماك بتاع الجهاز بتاعي ده اجيبه ازاي؟ بمنتهى البساطة هعمل سي ام دي اهو، هعمل سي ام دي واقوم كاتب الكوماند ده جيت ماك على بعضيها. هقوم كاتب الكوماند اسمه ايه؟ اسمه جيت ماك وانتر. فلاقي ان انا عندي على الجهاز بتاعي 3 ادرسيز اهو، 3 ماكات يعني 3 ماكس. ايه هما؟ ده الاولاني والتاني والتالت. ايه يا عم دول؟ اصل الجهاز بتاعي راكب فيه 3 كروت شبكة، كارت البلوتوث له ماك، كارت الواي فاي له ماك، كارت الواير له ماك. فانا راكب عندي 3 كروت شبكة، بس اللي شغال منهم دلوقتي حاليا واللي اكتف حالا بتاع الواي فاي اهو. اكمني داخل انترنت عن طريق مين؟ انا داخل انترنت عن طريق كارت الواي فاي، فهو الاكتف حالا، فده الماك ادرس بتاعه متعرف اهو. اما الاتنين ديفايس التانيين او الكارتين التانيين ديسكونكتد، انا مش مشغل البلوتوث ومش مشغل الكارت ابو ايه؟ ابو سلك اللي هو الواير العادي. وشايفين كده عندنا الماك كام رقم؟ 12 رقم قدامك اهو، 12 رقم قدامك اهو. ال 12 رقم بتوعنا دول في الماك بنقسمهم حتتين، يعني بيعبروا عن حاجتين. فانا عندي دلوقتي كام رقم يا شباب؟ 12 رقم اهو. كده اهو، صح كده اهو. فانا عندي 12 رقم. الستة الاولانيين دول بيعبروا عن حاجة، والستة التانيين دول بيعبروا عن حاجة. الستة الاولانيين بنقول عليهم حاجة اسمها الـ OUI، او اختصار كلمة Organization Organizational Unique ID. الرقم الستة دول ده اللي بيعبر عن المؤسسة اللي مصنعة للكارت. فكل الشركات اللي مصنعة للكارت بتروح تاخد 6 ارقام من الاي تريبل اي يبقوا ثابتين ليها. فكل الارقام مثلا او كل الكروت اللي خارجة من شركة انتل لها نفس الست ارقام الاولانيين زي بعض. كل الكروت اللي خارجة من شركة 3كوم فتلاقي ليها اول 6 ارقام زي بعض. فالست ارقام الاولانيين دول ما بملهمش دعوه بالكارت، دول بيعبروا عن الشركه اللي مصنعه للكارت.
دول بيعبروا عن الشركة اللي مصنعة للكارت، يبقى الست أرقام الأولانيين دول بيعبروا عن الشركة المصنعة للكارت. طب والست أرقام التانيين ده رقم الكارت جوه الشركة، بيسموه الكارت سيريال. أهو ده السيريال بقى بتاع الكارت جوه الشركة. يبقى أنا عندي إيه؟ يبقى أنا عندي أول ست أرقام دول بتوع الشركة، والست أرقام التانيين دول رقم الكارت جوه الشركة. فأنت لو جيت بصيت كده أهو، لو جيت بصيت كده هتلاقي الكارتين الأولانيين دول عندي مصنعين داخل نفس الشركة. ليه أنت بتقول كده؟ أصل بدايتهم AC P5 7D، AC P5 7D. فلو جيت بصيت على الجهاز عندي هتلاقي الكارتين دول متصنعين في نفس الشركة، وهو تقريبا ده كارت الواير وده كارت الواي فاي. تمام، ده كارت الواير وده كارت الايه الواي فاي. يبقى اول 6 هكسة او اول 24 بت. ليه 24 بت؟ لان 6 ارقام، والست ارقام كل رقم فيه 4 بت. دول بيعبروا عن الاو يو اي او عن رقم الشركه. ال 24 بت التانيين دول بيعبروا عن رقم الكارت جوه الشركه. ها تمام كده. انا معاك لو حد عنده اي استفسار، انا معاك لو حد عنده اي استفسار. يا شباب ها انا معاكم. حد عنده استفسار؟ ها انا شايف اتفضل يا ياسر. هناك ادرس ثابت على كل كارت، بيبقى مطبوع على كل كارت، بيبقى مطبوع على الروم بتاع كل كارت. ها يعني اقدر اوصل كل الكاردات الموجوده عندي بالكمبيوتر او بالسيرفر؟ طبعا عادي جدا. طبعا تقدر توصل لها بالكوماند اللي هو جيت ماك. تمام، جيت ماك راح يديني كل الماكات الموجوده بالكمبيوتر، كل الماكس اللي موجودة عندك على الكمبيوتر بالظبط. طيب لو عايز اجيب الماك اللي شغال حاليا ممكن بطريقة تانية، من هنا من كارت الشبكة، من هنا من تحت او من كارت الشبكة، وبعدين اعمل ايه بروبرتيز، لا مش كده اهو، اهو من هنا، وبعدين اوبن نتورك اند انترنت سنتر. ايوه، وبعدين اهو ده انا عندي هنا كام كارت دلوقتي؟ كارت الواي فاي والايثرنت تمام والبلوتوث، عندي 3 كروت شبكه اهو زي ما احنا شايفين كده. كليك يمين على ده كده واقول له بروبرتيز، فهيطلع لك ايه الاي بي فيرجن 4 اهو. اهو اسف، دبل كليك عليه تمام، وبعدين ديتيلز، فتلاقي رقم الكارت اهو الفيزيكال ادرس اهو، شايفه اهو. لو انت عايز تحدد بقى، لان هنا بيجيب لك في الجيت ماك بيجيب لك الثلاث كروت وما بيحدد لكش مين الواي فاي ومين الوايرلس ومين البلوتوث، فانت كل حضرتك هتعمله هتعمل كده اهو، هتروح فاتح ايه، هتروح فاتح النتورك عندك تحت اهو، بص اهو كليك يمين اوبن نتورك اند انترنت سيتنج، وبعدين انشج ادابتور اوبشنز، وبعدين ده الواي فاي اهو دبل كليك عليه وتقول له ديتيلز بس اهو. ده هنا موضح بقى مين، ان ده الماك بتاع الواي فاي بتاعي. ونفس الكلام لو انت مشغل الواير، لو انت موصل نت عن طريق الكابل، فهيبان معاك ده تمام اهو كده، هيبان معاك ايه ده، لو عملت دبل كليك عليه هيجي لك نفس الكلام اللي كان جاي لك من قبل كده، بس اكملنا احنا مش مشغلينه وفاصل عنه الكابل مش قادر تجيبه. تمام، ها انا معاك لو في اي اسئله. ها شباب انا معاكم.
تفضل. بس ما هو اذا هو راح يكون بالنسبه لك خارج او لا خارج الموضوع. تمام. السيريال انترفيس شلون اقدر اعرف المعلومات؟ السيريال انترفيس. بص كده، الماك ادرس يا محمد ده للتكنولوجي بتاع الايثرنت بس. تمام. انا بس بقول هقول معلومه يا شباب، اللي فاهمها فاهمها دلوقتي، واللي مش فاهمها هنأجلها بعدين. في عندنا الكروت بتاعتنا اللي موجوده حاليا اللي هو البلوتوث والواي فاي، دي التكنولوجي بتاعتها بنسميها ايثرنت. الايثرنت هو اللي له ماك ادرس. طب والسيريال؟ السيريال له ادرسيز تاني خالص، لإما حاجة اسمها تريبل بي، لإما حاجة اسمها الاتش دي ال سي، لإما حاجة اسمها الفريم ريلي، لإما حاجات تانية. كل بروتوكول من دول له الادرس بتاعه على حسب السيريال اللي مشغله ايه، ودي معلومة جاية بعدين ان شاء الله. فالماك ادرس ده انا بتكلم على كروت الشبكة اللي من نوع الايثرنت اللي هي بتبقى موجودة جوه اللان، انما السيريال ده بيبقى موجود جوه الوان، فالليير تو ادرس بتاعه حاجه تانية خالص. وضحت شويه يا محمد كده؟ تمام. سؤال تاني. طيب ده الماك ادرس بتاعنا، واحنا كده خدنا اوفر فيو عن ثلاث حاجات، عن الاي بي فيرجن 4، عن الاي بي فيرجن 6، عن الماك ادرس. واي جهاز في الدنيا لازم يبقى له ماك ادرس واي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6. تمام كده. تعال نفصل الفيديو ده وافصل وابعت لكم لينك تاني علشان البرنامج هيفصل. تمام، هبعت لكم لينك تاني حالا.